معك سجاير؟ لا أنا ما بدخنش. طيب أستأذن أقف عند أي كشك بس. أوكي حاضر. على فكرة أنا كنت أعرف شريف، هو الوحيد من ضمن البهوات اللي فوق كان أحيانا بينزل الأرشيف. ما قلتش ليه من الأول؟ كنت مستعد دمك حبيتي. ماشي. سجايرك ايه؟ سوبر. عندك سوبر؟ لا ما عنديش، عندي امريكان. حتى السجاير. بتطلع عم واقف ليه؟ بس على ايدك هنا؟ اه. بدك؟ اشكرك. العفو عليه. سيد. انت مصدقني؟ سالي. إذا كنت ناوي تشغل نفسك بالأفكار دي أنت حر، بس اوعى تفتكر إنك لما تعرف الحقيقة ملك هيرتاح أو صاحبك هيرجع لك. آه كان في واحد زمان جدع أوي اسمه شكسبير، تعرفه؟ خلص. شكسبير قال في مسرحية من مسرحياته إن الدنيا عبارة عن مسرح كبير، والناس اللي فيها ماشيين كل واحد بيعمل الدور اللي مكتوب له. لو انت ناوي تغير دورك تمد ايدك وتفتح الستارة، الله اعلم ما تشوف ايه ورا الكواليس، بس ممكن اللي تشوفه يخليك ما ترجعش تشوف الدنيا زي ما كانت، ولا تقدر تغمض عينيك وتنام وانت بالك مرتاح. فكر في كلامي الأول وبعد كده لو عوزت حاجة انت عارف هتلاقيني فين.